واحد اللعيبة ما فهمت السلام عليكم، واحد اللعيبة كنشوفه كضحكني، الرئيس مستر فاجاينا، هذا غيعرفوه لي فان ديال ريك مارتي غيموتوا على مستر فاجاينا، يعني ما تقدرش تكون صدفة، تبون كاين في سلسلة ريك مارتي. المهم ما علينا، كيمشي يخطف اي لعيبة كيديرنا حنا ريفيرونس بلا ما يقول سميت، بحال مثلا كيقول لك حنا كنتخلصوا اكثر من الدول المجاورة. خويا علاش كذا حنا كتكومباري معانا؟ عرفتي بحال داك بحال داك صاحبك المبليد اللي ما بينك وبينه الخير والإحسان، وكيبقى يجبدك، حنا كنضربو الروج كتر من خونا اللي حدانا، انا ادعي اللي كنبرمو الجوانات مع الدراري تال الصباح، فين يبان هداك بوقع اللي يضربها جواني ناس، حنا راه كنديرو. هو صاحبي هو ما فهمتش، انا كنت كنتفرج في لعيبة كنلقى راسي مقارن، علاش اخويا تقارني يا عند القرنين؟ علاش تقارني ديما؟ هذا كنلقاو راسنا في مقارنة، حنا وتوانسة مساك انت شي واحد ساكن في شي درب وحده شي جوج، وديما كيقارن راسو بهم في المسجد بوحدو في راسو. انا زوين على انا كنطيح الدريات على انا اشوف الابره ديالي، انا رب البحر الابيض الازرق المتوسط، غادي نحليه غادي نحليه نحليه باش نوليه. لا ما يمكنش، بزاف بزاف انا دخلنا في الاحصاءات ديالو حنا، فهمتي، ومعدل النمو في 24 أكثر الدول المجاورة، ونسبة البطالة تنخفض أكثر من الدول المجاورة. المهم حنا أحسن من الدول المجاورة، حنا قود من الدول المجاورة، يعني على مقارنة حنا فيها. سبحان الله، المغرب ما عندوش الزهر حتى في العديان.